نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. جاءت أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نوع من الطاعات إذا فعلها الإنسان يؤجر عليها في الدنيا والآخرة، مثل تابعه بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الفقر والذنوب. وكذلك هناك أيضا ما نقص مال من صدقة، وما نقص مال من صدقة. كذلك صلة الرحم وبر الوالدين تطيل في العمر وتكثر تكثر الرزق. فهل الإنسان إذا فعل هذه الطاعة لكي يكثر ماله ويطيل في عمره يؤجر في الآخرة؟ نعم، هذا سؤال مهم. الشريعة الإسلامية والحمد لله جاء فيها حوافز دينية ودنيوية، لأن الله تعالى علم نقص العبد واحتياجه إلى ما يشجعه، ونقص العبد واحتياجه إلى ما يرجعه. فجاءت الأعمال الصالحة يذكر فيها ثواب الآخرة وثواب الدنيا تشجيعا للمرء، لأن المرء محتاج إلى هذا في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فلا حرج على الإنسان أن يعمل العمل الصالح ملاحظا ما رتب عليه من ثواب الدنيا، ولا ينقص أجره شيئا، لأنه لو كان هذا ينقص الأجر شيئا ما ذكره الله ورسوله، لكن هذا من باب الحوافز. ثم ما يحصل للقلب من الطاعات جدير بأن يشجع الإنسان عليها. كذلك بالعكس النواهي، جاءت الحدود والعقوبات والتعزيرات حتى يرتدع الناس عما فيه الحد. فالزنا حده للبكر أن يجلد 100 جلدة ويطرد من البلد لمدة سنة، وفي الثيب أن يرجم. الإنسان ربما يكون عنده ضعف إيمان ولا يرجع عن الزنا إلا مثل هذه العقوبات، فهذه من حكمة الشر. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في بعض غزواته: من قتل قتيلا فله سلبه، أي ما معه من سلاح وثياب وغيرها. نعم.